تتميز العلاقات التجارية بين مصر والهند بأنها واحدة من أقدم العلاقات التاريخية بين الدول، وتعد نيودلهي سادس أكبر شريك تجاري للقاهرة، فيما يقدر حجم التبادل التجاري بين البلدين بنحو 4.5 مليار دولار. كانت مصر تاريخيا واحدة من أهم الشركاء التجاريين للهند في القارة الإفريقية، حيث دخلت اتفاقية التجارة الثنائية بين البلدين حيز التنفيذ منذ سبعينيات القرن الماضي، وتحديداً في مارس من عام 1978. لم يقتصر التعاون بين البلدين على التاريخ فحسب، حيث زادت التجارة الثنائية أكثر من 5 مرات في السنوات العشر الماضية وسط جهود حكومية كبيرة دعمتها القيادة السياسية في البلدين. وفيما بلغ حجم التجارة الثنائية في العام المالي 2018-2019 نحو 4.55 مليار دولار، فقد توسع التبادل التجاري بين البلدين في 2021-2022 ليبلغ 7.26 مليار، مسجلاً زيادة بنسبة 75%. وبلغت صادرات مصر إلى الهند 3.52 مليار دولار في السنة المالية 2021-2022، مسجلة زيادة بنسبة 86%، في حين سجلت واردات مصر من الهند خلال هذه الفترة 3.74 مليار دولار، مسجلة زيادة بنسبة 65%. في هذه الفترة كانت أهم الصادرات المصرية للهند الزيوت المعدنية والبترول والأسمدة، إضافة إلى الكيماويات غير العضوية والقطن. في المقابل شملت واردات مصر من الهند اللحوم والحديد والصلب والمركبات الخفيفة والغزل القطني. وفيما تعد الهند سادس أكبر شريك تجاري لمصر، توجد آليات ثنائية لتسهيل العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، حيث تستثمر حوالي 50 شركة هندية في مختلف القطاعات في مصر باستثمارات إجمالية تتجاوز 3.15 مليار دولار.